مرحبتين وهلا. خد ابو ذكرى على الوارد. ده ايه الاستباحه الحلوه دي؟ كده انت خدت القرار الصح عشان انت عقلك يوزن بلد، فاكيد اخترت الكفه الربحانه. وانت بقى الكفه الربحانه؟ اكيد. هو اللي انا مستغربه يا اخويا ان قلبك مجراك قوي كده ومش خايف. وخاف من ايه؟ من عرب مثلا؟ لما يعرف ان انت جيت وكنت عايز تتجوزني ووزيت سعيد عليا؟ الله. صحيح يا اخويا، اخبار سعيد ايه؟ وانت بقى هزة طولك وشد العبايه الحلوه عشان ترميلي البقين الحمضانين دول؟ لا، انا جيت اقول لك ان ما جبت سيره العرب انك جيت وهددتني، مش عشان خايفه منك، عشان خايفه عليه. حبيبه قلبي، خايفه عليا بجد؟ خايفه عليا من ايه؟ خايفه يا اخويا عليك من اللي هيعملوا فيك عرب لما يعرف انك جيت جنب حاجه تخصه. اصل عرب ما بيحبش حد يجي جنب حاجه تخصه. وانت تخصيه؟ يا اخويا ما تقاطعش وقول ان شاء الله. ده عشم ابليس. خلي بقى ابليس صاحبك ده يقعد يلعب لك في دماغك. عن اذنك يا اخويا، ما بحبش اقف في مكان فيه منكر. انت فين هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ مرحبتين وهلا. كفاره يا اخويا. سرع بس كده. اصلها كانت معديه فقلت اطمن عليك منها. واطمنت؟ قلبك ارتاح يعني ولا لسه؟ عامة لو ما اطمنتش ابقى اكلم سيحه في التليفون، هو هيطمنك. الفلوس اللي انت اديتها له بيدعي لك عليها كل يوم، فكت كربه. ربنا يخليك للغلابه وفك كرب الناس يا رباح. طلقت عشان ابوك عايزك كلمتين. يلا. ربنا يهدي سركم. يرحب ايه؟ عيني ما بتكلم معاك وتسيبيني وتمشي، انا خطيبك مش واحد من الشارع. كلام خلص يا رامي، وانا عايز اطلع بيتنا. قلت لك 100 مره ما تقفيش مع الواد ده، حصل ولا ما حصلش؟ ما هو قال لك ان هو اللي وقفني، انا ماليش دعوه. طب روح انت عند ابوك، انا جاي لك. يلا يلا. بقول لك ما انتيش ماشي، مش هتمشي من غير اللي بقول لك اللي انا عايز اقوله لك. هو انت ماسكني كده ليه؟ لا 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 لا، كده غلط. ما ينفعش تمد ايدك عليا هنا ولا في حته ثانيه. انت هنا في المغربلين مش في الكومباوند عندكم لا مؤاخذه. حته شعبيه يعني وناس تفهم في الاصول. لو عيلت معاك اكتر من كده رجالتها بحارمها بعيالها الصغيره قادرين يزفوك في الشارع ويعملوا عليك لقطه مش هتعجبك. فاتك على العقل كده وربنا يهديك. وانت مين بقى يا ريس؟ عاجبك كده؟ خليت اللي يسوى اللي ما يسواش يتكلم معايا؟ صاحبي ايه؟ كلامك معايا هنا بص لي. اعرفك بنفسي، عرب السويركي، دراع المعالم اليمين. ومتربي معاهم في بيته من وانا صغير، تمام ابنه يعني. وما قبلش ان اهل بيته يتهانوا في الشارع قدام خلق الله، ويبقوا فرجه للي رايح واللي جاي. فلم الحكايه بقى عشان لو بهوقت منك هتزعل. اتفضلي على فوق يا استاذ انغام، وانا هاخد الاستاذ الحاج عبد ربه. يلا يا اخويا منك ليه؟ مش فرجه هي، كل واحد على اكل عيش. استنى يا استاذ، راح فين؟ مش هترجع بعربيتك غير لما تقابل الحاج عبد ربه. عشان لو ليك حق يرجع لك، ولو عليك الحق فربنا يعينك على حالك. وحياة امك لا تتجوزي. انا قلت اللي عندي ياما، عايزه تبلغي لابويا، تبلغي للجن الازرق، اعملي ما بدالك. لكن انا مش هتجوز جمال ابن عمي. على اخرس لما انترس على جمال. يا بنت عقلي، ابوك ادى للناس كلمه، عايزه تكسري كلمته على اخر الزمن؟ لا طبعا مش هكسر كلمته، ما ينفعش، ما ينفعش اكسر كلمته عشان انا المعزه اللي بتربطوها مطرح ما انتوا عايزين. انما الست انغام بقى تعمل اللي هي عايزاه، تخرج وتطلع زي ما هي عايزه، وتتخاتب كمان للي هي عايزاه. بقول لك هي سميحه، انا على اخري ومش طايقه حد. لو عاجبك خطيبي خديه، انا ما بقتش عايزاه. عاجبك كده؟ كل ساعة والتانية عمالة تنقرز اختك بكلمتين، عملت لك ايه؟ بلا هم بقى، هم لما يبقى ياخدك يا شيخة. هو الخواجة جورج جاب الفلوس اللي عليه ورا رباح ولا بطنش؟ انا استحملته كتير قوي. ايه ده بس يا حجوج، ما تقلقش.
عايزين الخلطه الجديده يا شيفه. بص يابا بلاش تستحملني كده، انا الفتره دي مش عارف اركز في المحل وفي البضاعه والتوزيع. عايزين نركز بقى في الاراضي والمقاولات، لو ما تعيش حلوه كده عايزين نكبر شغلنا. ارباح يا ابني انا ما بقتش زي الاول. تسلم يا شيفه، صحتي مش مساعداني. ما تقولش كده يا حجوك، ده انت الخير والبركه. عايزين رأي جميل. قول يا هو ده هو ده. خدت الجرانتي يا شيف، امسك واشتغل على دي. ها، وعلى فكره ما ينفعش يدخل بينا واحد غريب يعرف اسرارنا واسرار شغلنا. ده لو المصنفات شمت خبر ايوه ان احنا شغالين في الخمره المضروبه وبنعبي خمره مضروبه نروح في داهيه تبقى مصيبه سودة. انا بعد الشر وانا الصبح بخلص التراخيص في الشهر العقاري والاوراق الحكوميه. نعمل ايه بقى يا ابني؟ شورني نقفل المحل؟ لا نقفل المحل ايه؟ نجيب محامي يمسكه شغلنا كده ويعمل لنا الورق والتراخيص، يبقى تحت رجلينا. هنعمله توكيل. ومين بقى اللي هنأمنه على ده كله يا حبيبي؟ ما تقلقش هقول لك. اتفضل. انت فاهم طبعا. طبعا ده التأمين. الله ينور عليك. ما ينفعش حد يعرف مكاننا. لا الله ينور عليك. الله يحميك يا ابني. تعالى يا حجوم، تعالى يا حجوم. اتفضل. اظهر وبان يا حجيج. ما انت ريحني يا ابني وتقول لي مين هو. يا ابو ذكر كده ما تفوق كده. مالي التلاجه دي ورص الصفين دول؟ ها حاضر. تقلقش يابا، حد امان الامان وداخل علينا دلوقتي. ومين يعني؟ الله. السلام عليكم. اهلا اهلا علي، اتفضل يا حبيبي. مرحبتين وهلا. يا رباح كنت عايزني في ايه؟ عايزك في كل خير ان شاء الله. ما يبقاش بس طلقك حامي كده وابلع الصبر. عايزك تمسك شغلنا. بالبلدي كده يقول لك ايه؟ المستشار القانوني لابدها بجروب. مستشار القانوني مرة واحدة؟ ومين اللي قال لك ان انا حوافق؟ انت ناسي اللي بينك وبين اخويا عرب. انا مش هينفع احط نفسي في الحته دي ابدا. الله عليك، انت نجحت في الاختبار. عارف لو كنت قلت غير كده ما كنتش هشتغل معاك اصلا.